السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة لا يمكن الحديث عن الديانة الزردشتية دون فهم الديانة المزدية، ولا يمكن الحديث عن الديانة المزدية دون فهم المعتقدات الفيدية، التي كما قلنا في الفيديو السابق هي أم الأديان الإبراهيمية والسماوية والإنسانية. للعلم إن كل الأديان هي إنسانية، ولكن هناك بعض الأديان تدعي إنها سماوية، ليس لها أي دليل، مجرد ادعاء لا أكثر ولا أقل، من أجل أهداف معينة سوف نعرفهم خلال هذه السلسلة. قبل أن نتكلم عن الديانة الفيدية، كما يطلق عليها البعض، هي ديانة، بل هي أكثر معتقد. أنا أتصور الديانة أو الفيدية هي في الأصل كانت معتقدات، ولكن اليوم أصبح يطلق عليها ديانة، يعني الفيديين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا. للعلم حبيت نقول معناتها إن المعلومات باللغة العربية عن الديانة أو المعتقدات الفيدية جدا شحيحة، إن لم نقل معدومة، خاصة على الأنترنت. إذن أنا شخصيا تعرفت على هذه المعتقدات من بعض الأشخاص الذين يؤمنون يعني بهذه المعتقدات، يعني كما نقولوا احنا معرفة مباشرة أو من المصادر الفرنسية، ولا أريد أن أدخل في بحث مفصل عن هذه المعتقدات الفيدية التي تحتوي كثير من الأسرار والأساطير طبعا، ولكن أقرب ما يكون للطبيعة الموروثة البشرية فيما يخص العقائد الإنسانية. كما عودتكم دائما أن ألخص الفيديوهات السابقة لكي أذكر بعض النقاط التي تسمح للمشاهد أو المتابع أن يربط الخيوط مع بعضها، لأننا سوف ندخل في مرحلة نجم نقول جدا معقدة فيما يخص ظهور الأديان اللي توا نعرفها، لأن كما قلت لكم هذه الأديان اللي توا موجودة بالمئات بل بالآلاف لم تأتي لا من السماء لا صدفة، وإنما نتيجة تطور، كما تطور الإنسان وتطور الفكر وتطور الاقتصاد وتطور التعامل البشري والطبائع البشرية، هناك تطور للمعتقد، نفس الشيء ينطبق على الجميع. كما أطلب من المشاهد معناتها في الفيديوهات هذه، خاصة الاثنين أو الثلاثة، من عرش قدش من فيديو باش نعمل فيما يخص الفيدية وكيفاش انتقلت وكيفاش وصلت المزدية حتى نوصل للزردشتية، على خاطر المعلومات ياسر كبيرة والموضوع يعني ياسر معقد. وتعرفوا يعني الحاجة كي تكون معناتها أصلية هي بحد ذاتها المعتقدات الفيدية، يعني اليوم أظهرت آلاف الأديان، إذن عندما نتكلم عليها هي بعينها بحد ذاتها كأن تكلمنا على آلاف الأديان اللي موجودة، لأن هي المصدر، منها يعود كل شيء. إذن أطلب منكم قليل أو كثير من التركيز، فهمت؟ رغم أني أنا نحاول معناتها بكل الطرق أن أبسط أكثر شيء يمكن. الحديث عن المعتقدات الفيدية نلمس أصل المعتقد أو أصل الأديان ومنبعها، كما نلمس أصل الغنوصية اللي هي معناتها تعتبر معناتها محتكة وملاصقة للفيدية. يعني لو تشوفوا توا تنحكيوا على الفيدية ما نلقاوش فرق من بين الغنوصية اللي نعرفوها توا ومن بين الفيدية، نفس الشيء، غير ان الغنوصية توجهت توجه باطني والفيدية تحولت الى دين. ورغم ان الغنوصية معناتها بسيطة جدا، هي جدا بسيطة، ولكن من الصعب فهمها، فهمت؟ من الصعب فهمها، لان الإنسان عندما تطور عقد الأمور، ونتيجة التربية والبرامج التعليمية وغيرها من الأمور اللي تخلي من الصعب
فهم الأمور كما هي، وسوف نرى معناتها التقارب اللي موجود. يعني لو نفهم الفيدية نجم نفهم نوعا ما الغنوصية. إذن أنا قلت في الفيديوهات السابقة أن الزردشتية هي أم الأديان الإبراهيمية، وهذا صحيح وثابت ولا نقاش فيه. يعني أكثر دين قريب للديانات الإبراهيمية هو الدين الزردشتي، وكما قلت لكم الدين الزردشتي كان دين متكامل. ولكن عندما نقول أن الزردشتية أول الديانات السماوية، هنا نقصد بالديانات المكتملة القريبة من الديانة الإبراهيمية، ولكن موجود ديانات سماوية قبل الزردشتية، بل الزردشتية يعني كانت نتيجة تطورية طبيعية للديانات السماوية اللي موجودة قبل الزردشتية، ومنها المزدية. كما أن الديانات السماوية هي كانت نتيجة تطور معتقدات تؤمن بتدخل السماء في الإنسان. يعني هي زادة ما جاتش وحدها، يعني جات نتيجة تطور لمعتقدات عبر آلاف من السنين التي أوصلت إلى ظهور ما يسمى بالديانات السماوية أو شبه سماوية وغيرها. ولو نريد أن نكون أكثر وضوح، نقول إن كل معناتها مرحلة تسبقها مرحلة، وكل مرحلة تعطي المرحلة من بعدها جديدة. ولهذا باش نفهموا هالخريطة هذه الكل، وانا الفيديو هذه مانيش باش نعمله يعني بالفيديو، يعني باش يكون كلام، يعني باش نعطي بعض الصور وبعض المعلومات، ويمكن الفيديوهات القادمة تكون بهذه الطريقة باش تفهموا أكثر. لأن الديانة الفيدية هي الحجر الأساس للأديان اللي موجودة اليوم، وهذا ما سوف نحاول أن نعرفه في هذه الفيديو كمقدمة توصلنا إلى المعتقدات الفيدية. لأن كما قلت لكم المعتقدات الفيدية لم تأتي لا من السماء، لا من فراغ، لا من معجزة، وإنما نتيجة تطور معتقدات عبر مئات الآلاف من السنين اللي أدت إلى ظهور المعتقدات الفيدية. وهذا الفيديو باش يكون يخص المقدمة هذه اللي توصلنا للمعتقدات الفيدية، ثم نتكلم عن المعتقدات الفيدية في الأصل متاعهم كيفاش كانوا وكيفاش اتطوروا وأظهروا عدة معتقدات أخرى وأظهروا الديانات اللي احنا معناتها مهتمين بهم هوني في هذا الفيديو في الفيديوهات القادمة، منها الديانات السماوية، منها الديانات الفلسفية، منها الديانات الطبيعية، ومنها الديانات الإبراهيمية اللي تهمنا في الدرجة الأولى، باش نوريكم إن هذه الديانات الإبراهيمية كانت نتيجة تطور لديانات ما قبلها ولم تأتي من فراغ. نظن يعني هذه الفكرة واضحة، ونبدأ نحكيه حول المقدمة للمعتقدات الفيدية وكيف ظهرت المعتقدات الفيدية في حضارة واتسن. ولكن قبل أن نتكلم كيف ظهرت المعتقدات الفيدية، سؤال يطرح نفسه: كيف بدأت المعتقدات بصفة عامة؟ طبعا أتكلم قبل الأديان. الأديان هي مجرد معتقدات متكاملة، بينما المعتقدات بدورها هي شبه أديان أو أديان غير متكاملة. والمعتقدات بحد ذاتها كانت في الأول بسيطة، ثم أصبحت معقدة أكثر فأكثر إلى أن وصلت إلى درجة الأديان. مثل الأحياء في الأول كانت مجرد خلية، ثم ولات معناتها مجموعة خلايا، ثم بدأت تتطور حتى أظهرت ما نطلق عليها الكائن الحي. هناك بعض الإخوة سألوني يعني على حسب الفيديو اللي قبل هذا، لماذا لم أتكلم عن عبادة الأجداد؟ معناتها لماذا اعتبرت معناتها أن مصدر الأديان موجود في حضارة وادي السند وما تكلمتش على عبادة الأجداد، رغم اللي تكلمت عليه في فيديوهات أخرى، ولكن معناتها كانت كلام يعني سريع. وشخص آخر معناتها سألني
قال لي كيف تقول إن حضارة السند هي منبع الأديان ونسيت إفريقيا اللي هي منبع الأديان؟ في الحقيقة أنا لا أؤمن أن هناك مركز واحد أو منطقة واحدة أو شعب واحد يعود له الفضل في أي شيء مهما كان، أي إبداع إنساني أو أي اختراع أو أي اكتشاف أو أي فكرة، وإنما كل البشرية مشاركة في المعرفة، وكل شعب وكل منطقة تضع لمسة وفكرة، ومع الزمن تتطور الأفكار وتصبح أكثر وضوح. عندما أقول حسب رأيي إن حضارة واد السند هي أصل الأديان، فأنا هنا أتكلم على الأديان السماوية والأديان المتكاملة والأديان الفلسفية التي ما أنت توا نعرفوها، يعني الأصل متاعها المباشر يعود لحضارة واد السند. يعني هذا هو اللي نقصد، مانيش نتكلم على المعتقدات أو بداية المعتقدات. فما هو معلوم وثابت علميا إن أصل المعتقدات أو أول المعتقدات ظهرت في إفريقيا، منبع مصدر الإنسان نفسه، الإنسان العاقل. يعني كما أن الإنسان العاقل وجد في إفريقيا، المعتقدات الأولى البسيطة نفس الشيء توجدت في إفريقيا، وهذا لا يختلف عليه أحد من العلماء، يعني اللي معناتها مختصين في سواء في علم الجيولوجيا أو علم المعتقدات أو علم حتى الكلام. يعني الإنسان بدأ يعبر ويتكلم في إفريقيا، هذا معناتها لا نقاش فيه. وإفريقيا كانت عندها معتقدات بدائية وكانت تؤمن بالأجداد، ثم تطورت فهمت هذه المعتقدات وأصبحت يعني تؤمن بأرواح أو أنفس الأموات، وبدأت تتطور. وعندما انتشر الإنسان من إفريقيا حمل معه هذه المعتقدات وتطورت مع السفر متاعه والتنقل متاعه والهجرة متاعه وانتقاله إلى مناطق أخرى، تطورت هذه المعتقدات إلى أن وصلت إلى شبه أديان، ثم ظهرت الأديان الأولى ثم الأديان السماوية والروحية وغيرها وغيرها. إذن هذا هو ش حبيت نقول أنا، إن حضارة السند هي أصل الأديان، ولكن هي بيدها حضارة السند تعود إلى ما قبلها. إذن هذه معناتها النقطة ياسر مهمة، إن ما فماش حتى واحد له الفضل وحده، كل واحد شارك، كل شعب شارك، كل منطقة شاركت، كل معناتها إيديولوجية شاركت في تطوير الإنسان، سواء في المجال العلمي والمعرفي والفكري وحتى فيما يسمى بالدين. إذن هذه معناتها إجابة على السؤالات متاعهم. أنا وقت نتكلم على حاجة نتكلم نقصد حاجة معينة، حاجة معينة ومحددة، لا أتكلم بصفة عامة. لكي نلخص معناتها هذا التطور بطريقة مختصرة، يمكن أن نقول إن الفكرة ظهرت في إفريقيا على أساس التعامل مع الطبيعة مباشرة، وهذا تو نعرفوه وتنحكيه على المعتقدات الإفريقية. يعني لأن في إفريقيا عبادة الأجداد، يعني أشياء موجودة وماتت وبقاوا يقدسوا فيها أو يعتبروها عندها جانب آخر مخفي يبقى موجود حتى بعد موتها. ثم انتقلت إلى آسيا الشرقية، لأن آسيا الشرقية كانت فيها أكثر سبل العيش من الشرق الأوسط في ذلك الوقت. عندما انتقلت إلى آسيا الشرقية أخذت شبه معتقدات روحية، وأخذت شكل معتقدات سماوية أو آتية من خارج الكون. وعندما استقرت في الشرق الأوسط أخذت شكل نجم نقوله احنا مجسد. وعندما انتقلت إلى أوروبا وظهرت في أوروبا أخذت شكل فكري تحليلي. يعني كل واحد شارك. الأديان الآن هي نجم نقوله خلاصة كل المعتقدات البشرية. المهم احنا نعود إلى السؤال الرئيسي هنا، متى ظهر المعتقد وأين ظهر وكيف ظهر؟
ما لا شك فيه إن أول المعتقدات ظهرت في إفريقيا وهي تقديس الأموات. طبعا في الأول كانت تقديس أموات الإنسان، حيث أن الإنسان الأول كما قلنا عندما وصل إلى درجة من الوعي والفكر وبدأ يفرق بين الأشياء ونظر إلى ما حوله، وخاصة ظهور ما نطلق عليه الوعي بوجوده وبوجود ما حوله، أصبح يتصور ويتخيل خارج الإطار الملموس والمعلوم. قبل الإنسان، قبل ما يوصل إلى درجة من الوعي، كان مثل الحيوان، يعني يتعامل مع الأشياء كما هي. أضرب لكم معناتها زوز أمثلة في هذا الموضوع باش تفرقوا من بين الإنسان والحيوان. الحيوان عندما يصل إلى مكان لا يستطيع الوصول إليه، نضرب مثال، يصل إلى حاجز كبير أو حائط أو جبل، ويحاول أن يتجاوز هذا الحائط أو هذا الطريق المسدود، يحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، عندما لا يقدر يعود أدراجه. هذيك هي معنى الحدود متاعه، حاول 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 ما قدرش، مشي على روح. الإنسان عندما يوصل إلى حاجز أو إلى جبل أو إلى مكان مسدود، يحاول يحاول يحاول، وعندما يعجز يتصور ويتخيل ما وراء الحائط، ويعطي تصورات وأسباب وتبريرات لماذا لم يتمكن أن يتجاوز الحاجز أو الحائط. ومن هنا خلق فكرة المعتقد، لأن المعتقد هو اكتشاف واختراع إنساني، هو اللي يميزه على الحيوان. الإنسان وتوصل إلى درجة من الوعي ما حبش يقبل إنه ما يقدرش، عندما يوصل لجبل وما يقدرش يتجاوزه أو ما يقدرش يطلعه ولا ما يقدرش، يقول لك هذيك تحكم فيه قوة غيبية هي اللي منعتني. هذا مثل الأول. المثل الثاني، عندما يموت له قريب أو أفراد من القبيلة أو شخص مهم في القبيلة، الحيوانات بصفة عامة عندما يموت حتى الزعيم متاع المجموعة الحيوانية، يمكن ينظروا إليه نظرة أخيرة أو يشموه أو يقبلوه أو يحزنون قليلا ثم يواصلون طريق. الحيوانات كلها كيكة، يعني وتتشوف سرب من الحيوانات سواء من الخرفان أو من الطيور أو حتى من الفيلة، فهمت؟ رغم اللي الفيل يعني أكثر تطور، يعني الفيل وصل إلى مرحلة أنه يدفن الفيل الذي يموت، يعني النجم نقولوا عندهم مقبرة للفيلة. خاطر الحيوانات تختلف، فما حيوانات يعني عندها تصرفات قريبة من الإنسان، والإنسان هو ضمن هذا عالم الحيوان لا يخرج عليه، ولكن هو عنده الخصوصية إنه عنده التصور والتخيل. فالإنسان في الأول كان مثل الحيوان، عندما يموت لواحد يغزر له ويشوفه ويمشي على روحه، من بعد يتطور بشوية بشوية حتى أصبح ما عادش يقبل إنه يموت له شخص، خاصة عندما الشخص هذا يكون قريب منه أو له أهمية في القبيلة أو رئيس القبيلة أو شخص معروف بمهارات أو شجاعة للدفاع عن القبيلة. فعندما يموت تبقى عند الأحياء اللي حوله اللي يعرفوه الذاكرة متاعه في روسهم، سواء يحلموا به سواء يتذكروه مع المواقف اللي عملها. إذن هنا الإنسان طور ما يسمى بالذاكرة، وبالذاكرة هذه يعني بقى يفكر في الشخص هذيك اللي مات، إذن اعتقد إن هذاك الشخص لم يموت، إن جسمه برك مات بينما إحساسه أو روحه ما زالت موجودة. ومن هنا بدأت المعتقدات. ولهذا العلماء الذي بحثوا ويبحثون في تطور الأديان عبر التاريخ الإنساني يعتبرون إن الموت والعجز وصعوبة الحياة هي سبب ظهور المعتقدات، نتيجة وعي فهمت الإنسان إنه يجب أن يصل إلى كل شيء. ومن هنا جاء الإيمان، الإيمان إنك تؤمن بحاجة
حتى ما نجمتهاش تؤمن أني فما حاجة أخرى باش تعاونك. فلهذا يعني وجود الإيمان أو المعتقد كان معناتها تحول كبير جدا في الإنسانية، وميزه تمييز كلي على الحيوان. لهذا أقول وأكرر أن الإنسان حيوان مؤمن بامتياز. والآن سوف نتكلم عن هذه المعتقدات وماذا قال العلماء حول هذه المعتقدات بصفة عامة باش نجمو نوصلوا للهدف متاعنا اللي نحب نوصلوا له، وهو فهم ظهور الأديان. كل الحيوانات الموجودة اليوم فوق الأرض لها خاصية خاصة جعلتها موجودة إلى هذه الساعة. من تفقد الخصوصية وليس لها مقاومة المصاعب متاع الحياة سوف تنتهي وتضمحل، وهذا يشمل أيضا الإنسان. احنا لو ننظر للحيوانات الموجودة كل واحدة عندها خاصية بتاعها. خاصية الإنسان إنه اكتشف رغم اللي ما عندوش لا مخالب لا أنياب لا قوة جسدية قدام الحيوانات المتوحشة لا حد شيء، اكتشف الإيمان الذي جعله إلى هذه الساعة موجود. وكما يقول المثل، الحاجة أم الاختراع. ميزة الإنسان وخاصية الإنسان على الحيوانات الأخرى إنه أول حاجة إنه يتأقلم مع أي ظروف. لهذا تجد الإنسان موجود في كل مناطق الكرة الأرضية، بخلاف كثير من الحيوانات نجم تعيش كان في منطقة معينة. هذه نقطة. نقطة ثانية إن الإنسان أصبح عنده وعي. هذه نقطة جدا مهمة بوجوده وبوجود اللي حوله، وأصبح عنده ذاكرة فما ينساش. طيب نشوفوا بعض الحيوانات تعمل حاجة وتنسى، كما مثلا السمك ينسى في دقيقتين، يأكل توا وينسى بعد. الإنسان طور الذاكرة والذكريات وطور الخيال وطور الوعي والتصور، وهذا خلق ما أطلقنا عليه الإيمان الذي هو المعتقد. فهمت؟ إذن هوني عندما بدأ يمتاز الإنسان على بقية الحيوانات فهو يعتبر حيوان، ولكن عنده الخاصية متاعه اللي جعلت منه إنسان. بدأت تظهر المعتقدات. في الأول وقت كان ما فماش الكلام كانت المعتقدات شخصية، يعني يمكن يشارك فيها المجموعة ولكن عنده معتقدات ما ينجمش يعبر عليها. احنا كما نعرفوا الكلام قبل ما يبدأ الكلام بدأت ما يسمى بالحركات، فكان يعبر بالحركات بالرقص ثم بالأصوات وهو يعبر على التقرب أو العبادة أو التوسل لهذه الأشياء اللي موجودة حوله، لأنه أصبح عنده ما يسمى بالاعتقاد. فهمت؟ إن كل شيء موجود مهما كان إلا عنده شيء خفي، فهمت؟ أو ما يسمى جسم أثيري يشابهه كليا، وإن موت أو انتهاء أو ذهاب الجسم المادي يبقى هذا الجسم الأثيري يقوم بنفس الأعمال اللي يعملها في الحياة هذه. لو كان محارب يساعد القبيلة أو الشخص أو المجموعة في الحرب، لو كان مبدع يعطي أفكاره للأشخاص الآخرين. ومن هنا بدأت فكرة ما يسمى دفن الأموات، ويتصورون أن مكان ما يسمى دفن الأموات هو بيته بعد الموت، ويأتون إليه لأنهم يقولون أن هذه الروح بين قوسين أو هذا الجسم الأثيري يعود للمكان الذي دفن فيه الجسد. إذن هذه مسألة جدا مهمة. أنا نعرف أن الكلام طويل والموضوع ياسر حساس، وفيديو واحدة ما تكفيش ثانية ما تكفيش. إذن أنا نحاول باش نختصر باش تفهموا الموضوع بالكدا، مهمنيش عدد الفيديوهات، المهم أني نجم نوصل الفكرة. العلماء اللي درسوا في الأديان معنتها وعرفوا معنتها كيفاش تطورت الأديان عبر التاريخ من أول إنسانية وبدراسة الجيولوج، يعني اللي لقاوها بحض ما يسمى المدافن أو طريقة الدفن، كل هذيك درسوها وفهموا اللي
الإنسان بدا عنده معتقد أن العالم ما هوش عالم مادي فقط، وإنما هناك عالم خفي وراه. في الأول يمكن ما عطاهش اسم، يعني تصوروا عندما ما كان ما عندوش لغة ويعبر عليه بالحركات، ثم بدأت تظهر اللغة وهنا بدأ التواصل البشري. إذن هذه المجموعات متاع المعتقدات معتدي تطورت، بدأت معتقد بعد ثاني وبعد ثالث، يطلق عليه العلماء يعني بالفرنسية يسميوها ليزانيميست، فهمت، بالعربية المعتقدات الإحيائية، معناتها نظن هذا هو الاسم متاعها، المعتقدات الإحيائية، هو الاعتقاد بوجود شيء خفي أثيري، فهمت، وراء كل شيء مادي أو نظام. في الأول كان يطلق على بعض الشخصيات اللي موجودين في القبيلة، ثم بدأ يتطور يشمل كل مجموعة القبيلة، ثم بدأ يتطور ويجمع كل النظام الحي، ومن بعد بدأ يتطور يتطور حتى ولات النباتات حتى هي عندها كما نقولوا جانب خفي، بل ذهبت وذهبوا أكثر من ذلك، الحجر وكل ما هو موجود فوق هذه الأرض. مع تطور هذا المعتقد أصبح للإنسان نوع من الدين البدائي جدا، عنده معتقدات يحافظ بها على نفسه كشخص ويحافظ بها على المجموعة متاعه. هذه معناتها الفكرة. في الأول ما كانش يتنقل ياسر الإنسان، فكانت الأرواح اللي تحميه هي مثلا ما وراء جبال مثلا بركانية، أو من وراء أنهار يعني تفيض، يقولوا هذيك تملكها نفس أو وعي أو روح أو قوة خفية هي اللي تتحكم فيها، لازمهم يقدموا لها القرابين، يقدموا لها كما نقولوا الصلوات لكي لا تصيبهم المصائب. هذا يعني في الأول، هذا معناتها الفكر نجم تبحثوا على ليزانيميست، ما يسمى المعتقدات الإحيائية، هي ظهرت في إفريقيا، وعندما انتقل الإنسان وخرج من إفريقيا وعمر آسيا وعمر أوروبا ووصل إلى أمريكا، تطورت هذا الشيء كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ذلك، إن هذه الأرواح ما عادش مختصرة على ما هو قريب من الإنسان من جبال من أنهار من أشجار من غيرها، وإنما شمل ما يسمى الرياح، وشمل السحاب، وشمل ما يسمى معنى الأمطار، وأصبحت لهذه الظواهر اللي فوق الإنسان هي معناتها اللي تملك وتتحكم أقوى من الأرواح اللي موجودة فوق الأرض. ثم بدأ يتطور الإنسان، لأن هذه الأشياء اللي موجودة في السماء يجدها في أي مكان، سواء كان في إفريقيا أو كان في أوروبا أو كان في آسيا، يشوف السماء ويشوف الأمطار ويشوف معناتها كل ما هو فوقه. ومن هنا بدأت تتطور حتى وصلت للقمر وللشمس وللنجوم، ونسب لكل هذه الأشياء الذي فوقه والذي يراها والذي يعي بوجودها، فهمت، ملائكة أو موكلين يتحكموا فيها ويحكموا فيها، ويمكن تأثر على حياة الإنسان. هذا الشيء نوع من المعتقد ما يسمى نحو السماء، التوجه الصعود نحو السماء بالمعتقدات هذه، يعني وقع في آسيا عندما تنقل الإنسان، فهمت، وقع في آسيا هكاك، يعني بدأت تتطور هذه الفكرة، وأخذت في بعض المناطق ما يسمى بالتوتام. بالتوتام هي معناتها يجي كيما مثلا الشخص يعملوا له كيف التمثال، التمثال يرمز لهذه القوة الخفية. في الحقيقة هما لا يتوجهون إلى هذا التمثال أو هذا الصنم، وإنما يتوجهون للروح الخفية أو الإحساس الداخلي الذي يعني يمثل هذا التمثال، فهمت؟ يعني هذه هي الفكرة المهمة اللي لازمنا نفهمها. لو نعود للدارسين متاع الأديان، يلقاو أن المعتقد تطور مع تطور الكلام، وعندما ننظر إلى الدراسات العلمية حول اللغة، نجد أن اللغة خرجت أيضا من إفريقيا، فهمت؟ وأقدم لغة الآن معترف بها العلماء اللي هي تعتبر معناتها لغة تحتوي، الذي هي تعتبر لغة أقدم اللغات البشرية، هي لغة شعب البوشمان اللي موجودة في نواحي جنوب إفريقيا، جهة بلاد بوتسوانا والمناطق هذيك، وتعتبر هذه اللغة
من أغنى لغات العالم، لأنها تحتوي جميع أصوات اللغات في العالم، سواء كانت الصينية، سواء كانت الأوروبية، سواء كانت السامية، سواء كانت الحامية. هذه اللغة ما زالت موجودة، رغم أن هذا الشعب ما زال موجود إلى هذه الساعة، هو شعب يعيش على الصيد ويعيش شبه عاري، فهمت؟ وعنده لغة مرتبطة ارتباط كبير، يبدأ يحكي معاك، يبدأ يتكلم بيديه، ياسر بيديه. يعني حتى إنسان ما يفهمش اللغة، وقت يشوف الشخص يتكلم يمكن يفهم شنو يحب يقول، فهمت؟ أنا ماذا بيا نعدي لكم معناتها مقطع صغير جدا من هذه اللغة باش تاخذوا فكرة. ما نعرفش كان معناتها اليوتيوب يقص لي الفيديو ولا ما يقصها ليش، ولكن معناتها تنجموا انتم تبحثوا على الشعب البوشمان واللغة متاعهم اللي يتكلموها، اللي تحتوي جميع مخارج لغات العالم، تعتبر أغنى لغة في العالم، فهمت؟ تو تاخذوا عليها فكرة. أنا ديما نعطيكم أفكار معينة وانتم امشوا أبحثوا، اللي يحب يبحث يمشي يبحث ويثقف روحه ويفهم شنو معناتها اللغة هذه اللي كانت مرتبطة بالمعتقد. عاد الإنسان وقتها وجد اللغة، اللغة اعتبرها هي صحيح طريق التواصل بينه ومن بين الإنسان الآخر، ولكن أعطى قيمة للغة كبيرة جدا، اعتبرها هي أيضا طريقة التواصل بينه ومن بين ما يسمى بالأشياء الخفية، أو ما يسمى بالأرواح، أو ما يسمى بالوعي، أو ما يسمى بالجسم الأثيري، لأنهم يرون أن هذه اللغة لا ترى ولا تشاف، فهمت؟ إذن هما عندما يتكلموا يقولوا هذه معناتها الأرواح أو هذه القوى اللي موجودة داخل الأشياء، سواء كانت شجرة، سواء كانت حجرة، سواء كانت نبات، سواء كانت إنسان قد مات، يسمع هذه اللغة، فهي اللغة بين عالم الأحياء وعالم الأموات، كما هي لغة بين عالم الأحياء نفسهم، فهمت؟ هذه فكرة جدا مهمة، فهمت؟ يعني وهكذا بدأت تتطور المعتقدات مع توتامية، فهمت؟ يعني توتام، وهي تمثيل رمزي لهذه الروح أو لهذه القوة أو لهذا الملك. كل قبيلة عندها توتام متاحة، وكل شخص أو كل مجموعة بشرية عندها توتام متاحة اللي تخليها عندها نوع من الخصوصية. وبداية هذه هي بداية فكرة ما يسمى بالسحر، وتطور فكر المعتقدات السحرية اللي ظهرت في إفريقيا، ثم انتقلت إلى العالم وبدأت تظهر فيما يسمى بالملائكة أو ما يسمى الملوك اللي تحكم العناصر، فهمت؟ وهنا بدأت تتكون ما يسمى بالطقوس، فهمت؟ الإنسان عندما يعجز قدام أي شيء، أو لكي مثلا الزراعة متاعه تولي مثلا وفيرة، ولا لكي المطر تنزل، لازم يقدم قرابين أو يقدم صلاة أو يقدم كلام، فهمت؟ باش تسمعوا القوة الخفية اللي عندها قوة على ما هو مادي لكي يقع الحلم متاعه. طبعا في بعض الأحيان تنجح ويعتقد الإنسان أن ذلك الشيء صحيح، وبعض الأحيان ما تنجحش، يقول أن الإله غاضب منه، ومن هنا يحصل له نوع من الإطمئنان باش العام القادم يعمل حاجات باهية ويقدم قرابين باهية باش الإله أو الملك متاع الريح ولا متاع المطر ولا متاع الزراعة يقدم له اللي يحب عليه هو. يعني هي فكرة، يعني كما نقولوا احنا، نفسية، فهمت؟ مسألة نفسية 100%. كان أعطاه يقولها هوك استجاب لي، وكان ما أعطاهش يقول لك إنه غاضب عليه، وهذا يحقق نوع من الإطمئنان للإنسان باش ينجم يواجه ما يسمى صعوبة الحياة وتكسير العقبات والوصول إلى ما يريد إليه في هذه الحياة، سواء كما قلت كفرد أو كجماعة، في الحصول على الأكل والصيد والزراعة والتغلب على المصاعب المادية، فهمت؟ بكل أنواع. إذن هوني ما يسمى بتذليل العقبات بالإيمان، لأنه يعتبر نوعا ما مطمئن للإنسان، سواء كانت مجموعة أو فرد، لكي يستطيع أن يتواصل في الوجود. ومع انتقال الإنسان كما قلت لكم من إفريقيا التي كان فيها الخير كثير والأكل، معناتها نعرف احنا إفريقيا يعني معبية معناتها بالصيد وبالزراعة، يعني الزراعة كانت طبيعية. عندما انتقل إلى آسيا وأوروبا وجد صعوبة حياة أكثر، فهمت؟ وكوارث طبيعية أكثر، فلهذا ازداد تمسك بهذه المعتقدات وطور هذه المعتقدات
وأبعدها على مجال الأرض، وجعل ما يسمى بقوى فوق هي الذي تحكم الأرض. وهكاك بشوية بشوية معناتها بدأت ما يسمى تظهر من الفلسفة الروحية الذي ظهرت في الفيدا اللي باش نتكلم عليها في الفيديو القادم، خاطر هي مجرد مقدمة مقدمة. وعندما نحكي على الديانة الفيدية هي كانت كلامية 100%. إذن هنا مع تقريب باش نوصلوا لنهاية هذه الفيديو، باش نعطيكم فكرة أخيرة حول ظهور ما يسمى بالحضارة الذي يطلق عليها حضارة واد السند، واللي ظهرت فيها الديانة الفيدية اللي هي ديانة كلامية وتعتمد على أناشيد. ونعرف احنا اللي المنطقة هذه زادة عرفت بأنها أغنى مناطق الشعر، يعني من ناحية قول الشعر هي عندها أغنى أشعار في العالم. فهمت؟ اليوم عند العلماء رغم أنهم هما مازالوا ما قالوش أو أكدوا 100% أن هذه الحضارة هي أقدم حضارة في العالم لأسباب عديدة يمكن أنا أجهلها، ويمكن لقلة الأدلة، رغم أن الأدلة موجودة كثيرة أن الحضارة ما يسمى بوادي سند تتقدم على الحضارة السومرية، ولكن لأنها كما قلت لكم كانت كلامية، كانوا يرفضون الكتابة، أو كانت الكتابة عندهم يعني نجم نقولوا احنا سرية للغاية، بينما الكتابة في الحضارة السومرية ظهرت بطريقة يعني مفاجئة، اللي هي معناتها تسائلوا كيفاش معناتها ظهرت الكتابة، لأنها في الحقيقة الكتابة مرت بمرحلة سرية، وما عندناش أدلة كثيرة حول أن الكتابة ظهرت في حضارة واد السند. وتمسك حضارة واد السند بالموروث الشفاهي لأنها كانت لا تؤمن بالكتابة، يعني تعتبر الكتابة حاجة ما لازمش يطلع عليها حد، بل هي حاجة مقيدة للعلم، عندما نكتبوا حاجة ما نجموش نطوروها. هذا معتقدات، فهمت؟ المعتقدات نتاعهم. ولكن بعد ظهور ما يسمى الكتابة في عند السومريين، بدأوا واد السند يظهرون الكتابة نتاعهم، واللي هي معناتها كتابة قديمة جدا، وكتبت ما يسمى الفيدا، هو كتاب الفيدا اللي متكون من 4 كتب، واللي باش نحكيو عليه في الفيديو القادم، واللي تكتبت على مدة 1000 سنة، وهي تعتبر من أقدم الكتب المقدسة التي عرفتها البشرية. لكن هنا نسأل سؤال، لماذا حضارة واد السند وصلت إلى هذه الدرجة من التطور بطريقة سريعة؟ يعني رغم أني قلت لكم يعني حضارة واد السند تم اكتشافها أخيرا، هي الحضارة السومرية وتم اكتشافها أخيرا، يعني كانوا يسخيبوا الحضارة السومرية هي الحضارة البابلية، وتو اكتشفوا أن الحضارة بتاع واد السند من المحتمل الكبير أنها تكون أقدم من الحضارة السومرية، بل أن قيام الحضارة السومرية كانت نتيجة كارثة أو فيضانات وقعت في منطقة واد السند، جعلت الشعوب والحضارة هذه تضمحل وينتقل العناصر متاحة إلى الشرق الأوسط الذي كانت المكان المناسب في ذلك الوقت، فهمت؟ لكي إعادة بناء الحضارة. هنا العلماء يقولون أن تطور حضارة، أسباب تطور حضارة واد السند يمكن أن تعود إلى سببين. السبب الأول أن هناك حضارة أخرى كلامية كانت في إفريقيا الذي يطلقون عليها الأطلنطيك أو الأطلنط، فهمت؟ اختلفوا في المكان، بعضهم يقولوا نواحي اليونان، بعضهم قالوا جزيرة قرب إفريقيا، وحدها قالوا في البحر الأطلنطيكي، فما اللي قالوا جنوب إسبانيا، فما اللي قالوا غرب المغرب، فما اللي قالوا كانت في أمريكا، فهمت؟ المهم الاختلافات ما فماش حتى معناتها دليل حتى الآن يعني يدل على وجود الأطلنطيك، يعني رغم اللي فما أدلة، ولكن الأدلة ليس كافية لوجود هذه المدينة السحرية التي عرفت حضارة كلامية شفهية كبيرة ووصلت إلى درجة عالية من العلم، ثم اضمحلت نتيجة مصيبة أو فيضانات أو غيرها. أما الرأي الثاني والذي هو أكثر علميا،
يقول إن منطقة واد السند عرفت كثير من الهجرات من إفريقيا، لأن منطقة واد السند كانت المنطقة في ذلك الوقت المناسبة في آسيا اللي نجم يعيش فيها الإنسان بعد الخروج من إفريقيا. احنا نعرف الهجرة صارت من إفريقيا نحو آسيا، الإنسان مر من الشرق الأوسط ولكن ما استقرش بطريقة كبيرة فيه، بل هو عبارة على مكان عبور، وإنما واصل نحو الشرق وذهب نحو أوروبا، واستقرت نسبة كبيرة من البشر في ذلك المنطقة. وعندما استقر في ذلك المنطقة، لأن المناخ كان جيد والموجود الماء وموجود المعادن، نعرف لأول المعادن واستعمال المعادن كانت في ذلك المنطقة، كانت في تلك المنطقة. احنا نعرف ان المعادن واستعمال المعادن كانت اول ما استعمل الانسان المعادن في ذلك المنطقة، فكانت كثير من المهاجرين يستقرون وينقلون معارفهم ويندمجون معهم، كما ان فما اشخاص يمشيوا لأقصى الشرق ومن بعد ياخذوا معلومات ويعاودوا يرجعوا، فهمت؟ وهذا خلق ما يسمى تلاقح اجناس، فهمت؟ حتى فما شكون اللي مشى لاوروبا نتيجة البرد ونتيجة صعوبة الحياة عاود رجع للشرق الأوسط، ومن ثم عاود ذهب إلى آسيا واستقر في هذه المنطقة. وكل مجموعة جي تستقر تندمج وتعطي المعارف متاعها، إذن هذه المنطقة تعتبر يعني ملتقى حضارات، سواء من إفريقيا سواء من أوروبا سواء من شمال آسيا سواء طبعا من جنوب آسيا. وهذه الأجناس الكل اللي تخلطت، فهمت، مع بعضها كونت ما يسمى حضارة واد السند، فهمت؟ هنا فما فكرة جدا مهمة ما يسمى بالجهات الأربعة، فهمت؟ فكرة موجودة تنحكيوا عليها عندما نحكيوا على الفيديا، يقول لك إن الأجناس، فهمت، هناك عديد من الأجناس ويقسموا ما يسمى بالأربعة جهات، فهمت؟ ذاك علاش حتى كتاب البيدا هما أربعة كتب، فهمت؟ أربعة كتب. عندك ما يسمى يقول لك إفريقيا هو الجنس الأسود، فهمت، وهو عنده القوة البدنية، فهمت، هو القوة البدنية المادية. وعندك الجنس الأبيض، فهمت، اللي هو عنده القوة العقلية أو التحليلية، فهمت، المنطقية، فهمت. ثم عندك الجنس الأصفر اللي هو شمال آسيا، وهو عنده القوة الحسية أو النفسية، فهمت، يعني احنا عندنا النفس والعقل والجسد، هذوما ثلاثة. ثم عندك جنوب آسيا اللي هو عنده القوة الروحية أو ما يسمى بالمحرك، فهمت، يعني هما يقسموا إلى أربعة أشياء، وهنا ما يسمى بالعناصر الأربعة، فهمت. كما قلت لكم كتاب البيدا وتنحكيوا على البيدا، هو يقسم هذه نفس هذه التقاسيم تقريبا بطريقة أخرى، ولكن اعتماد على الأربعة، حتى اللي موجود في شعار هتلر الأربعة جهات، فهمت، شعار هتلر هذاك شعار فيدي، فهمت، يعتبر الروح هي المحرك كما البنزين في السيارة، الجسد هو كما السيارة بحد ذاتها الكهرباء، والنفس ما يسمى النفس هي السائق اللي يسوق، فهمت، والعقل هو الموتور كما نقولوا احنا او المحرك اللي يحرك هذيك السياره، فهمت. وبهذا يعني بهذا التفكير بدات تظهر اول الديانات، فهمت. وباجتماع كل المعارف البشريه تكونت حضاره قويه في هذه المنطقه، ومعناتها واصبحت يعني عندها معارف كثيره، وطورت ما يسمى بالسحر، فهمت. السحر كما قلت لكم السحر هو يسبق الدين، فهمت. وكانت السحر او ما يسمى المعرفه الدينيه كان مختص باشخاص معينين، وهذا نحكيوا عليه في الفيديو القادم حول كيف معناتها وقع الانفصال وكيفاش ظهرت ما يسمى بالبرهميه، يعني ما يسمى يقول لك ما تنجمش تولي برهمي الا لازمك تولد برهمي، لان هنا ربطوا الانسان بالكون، ربطوه الكل بالكون، فهمت. هذه هي فكرة جدا مهمة، على خاطر اعتبروا ان الانسان هو عبارة على معناتها يلتقط، فهمت، وعي الكون، وعي السماء،
فهمت؟ يعني عبارة على راديو، فهمت؟ يلتقط ذبذبات. فهو الإنسان عبارة على آلة لالتقاط الذبذبات الكونية اللي هي ما يسمى بالقوة الخفية التي أوجدت العالم، لأنهم يعتبرون هذا العالم المادي الموجود ما جاش هكاك صدفة، وإنما هو تجسد، فهمت، لما هو خفي. يعني هما حتى يقولوا أن الحاجة تكون عندها شكل دائري لأن الأصل متاعها الخفي هو دائري. وهنا معناتها اختلاط الشعوب أظهرت ما يسمى لزاندو أوروبيان، أو ما يسمى بالجنس الآري، اللي معناتها جهة منطقة فارس وشمال الهند، واللي من بعد نتيجة الكوارث فما مجموعة منهم طلعوا إلى أوروبا ومجموعة أخرين مشاو للشرق الأوسط. وهنا وتوصلوا للشرق الأوسط كما قلت لكم وجدوا نفس الظروف اللي كانوا عايشينها في منطقة السند، لكن بطريقة أصغر، ولهذا وقع اكتظاظ للثقافات وللمعارف، ومن هنا ظهرت ما يسمى بالحضارة السومارية، فهمت؟ وأصبح مركز العالم ما عادش منطقة السند، وإنما أصبح الشرق الأوسط هو مركز العالم، وهو مكان لقاء كل الحضارات، فهمت؟ طبعا ولحقت زاد هجرات أخرى من إفريقيا ومن أوروبا، وكونت ما يسمى شعب الشرق الأوسط اللي هو خليط من كل البشر ويحمل كل الجوانب الحضارية البشرية، سواء في آخر الأرض أو في المنطقة القريبة. ومن هنا بدأت تتكون ما يسمى فكرة الأرباب. وهنا عندما نقول الشرق الأوسط، في الأول منطقة الشرق الأوسط هي منطقة العراق ومنطقة فارس، فهمت، التي معناتها كونت فكرة ما يسمى الاتصال مع السماء والأرباب التي تحكم العالم. وجاءت فكرة السومريين حول المخلوقات الفضائية وأشباه الأديان وغيرها من الأمور. ولكن احنا اللي همنا هوني معناتها قبل ما ندخل في التفاصيل متاع الشرق الأوسط، ان نحكيه على الفيدية، على ماذا تقوم كتابها المقدس، شنو المعتقد نتاعها، كيف انفصلت عنها الغنوصية، وكيف ظهرت منها فروع كثيرة من الديانات الفلسفية اللي موجودة الآن في أقصى آسيا، وكيف ظهرت منها الديانة الهندوكية، وكيف ظهرت منها الديانات الأخرى منها المزدية التي تهمنا الأكثر هنا، والتي ظهرت منها في الأخير الزردشتية التي هي أبو الأديان السماوية بين قوسين الإبراهيمية. المهم نظن الفكرة واضحة، المرة الجاية نحكيه على الفيدية مباشرة. أشكركم على المتابعة والتشجيع، ولا تترددوا في النقد على النص والتوزيع، وكان نسيت حاجة ذكروني، وكان عندكم معلومة زيدوها، راني أنا غير نحاول باش نلخص المعرفة اللي عرفتها حول هذا الموضوع، ومع فيديو قادم حول الفيدية. وشكرا وبسلامة.